مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير والنور، ويا هلا ويا مرحبا بكم مشاهدينا مشاهدي برنامج أماسي بشكل خاص وقناة الشارقة الفضائية بشكل عام. في بداية الأسبوع في برنامجنا الذي يأتيكم كل أسبوع من الأحد وحتى الخميس في هذا التوقيت تحديدا لمدة ساعة إلا دقيقتين لنقدم لكم كل ما هو جديد ومنوع من فقراتهم كافة أفراد الأسرة. ريم ضحكتي، مساك الله بالخير. عجبتني دقيقتين، مساك الله بالنور. لأن كل مرة يقولوا لنا دقيقتين. مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام وما كنتوا في بداية هذا الأسبوع، اللي إن شاء الله تكون بداية أسبوع سعيدة وبداية أسبوع نشاط إن شاء الله وإنجازات للكل. بدايتين طبعا قبل أن نعرفكم على وسائل التواصل، فقراتنا نعرفكم على وسائل التواصل وأيانا. بداية برينا الإلكتروني للبرنامج amasi@smc.ae، أيضا مواقعنا أو صفحاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صفحتنا على الفيسبوك وتويتر، وأيضا عبر شاهدة تي في على إنستغرام. بإمكانكم أيضا التواصل ويانا خلال الحلقة عبر أرقام الهواتف اللي بتشوفونها ظاهرة أمامكم على الشاشة الآن. نتعرف على فقراتنا محمد؟ أكيد يا ريم، بنتعرف مشاهدينا على فقرات حلقتنا لهذه الليلة من خلال هذه الوقفة القصيرة، ولنا عودة. أكبر معرض للشموع بالشرق الأوسط هوف. وريد الشامي تجربة فنية ثرية. تنسيق الزهور فن وذوق. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام في أولى فقراتنا لهذا اليوم، ومع سعيد الهنائي ومحمد المرزوقي، رجلا أعمال إماراتيان في 23 من العمر يديران ما يزيد عن شركتين إلى جانب الوظيفة. صحيح يا ريم، تعطشهم للتميز والابتكار دفعهم لتأسيس العديد من النشاطات التجارية، وأبرزها افتتاحهم أول وأكبر معرض الشمع في الشرق الأوسط. إذا نتعرف مشاهدينا أكثر على تفاصيل هذا المعرض، كيفية فكرة هذا المعرض وما يصاحبه من نشاطات، مع ضيوفنا لهذا اليوم سعيد الهنائي محمد المرزوقي. مساكم الله بالخير. مرحبا، حياكم الله في الأماسي. كيف حالكم؟ بخير؟ تمام الحمد لله. الله يسلمكم. تعاد الحمد لله على السلامة، يا من أبو ظبي؟ الله يسلمك. لا والله جاي من دوسلدورف من ألمانيا. ما شاء الله عليك. على طول على طول يعني على الاستوديو على طول. يعطيك العافيه. الله يعافيك. يعني انا ببتدي وياك محمد، بما انك انت السمي، لماذا يعني تحديدا هذه الفكره الخاصه بالشموع؟ وحدثنا قبل ما تقول لنا لماذا فكره الشموع تحديدا، كيف جاءت فكره المعرض؟ تمام. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. فكره الشمع، لان انا عندي اعتقاد ان الشمع مثل الذهب. يعني الذهب انت تشوفه من 3000 سنه او من 4000، من زمان ولليوم الناس تستخدمه. نفس الشيء الشمع، الشمع يعني مهما يعني مر الوقت يعني تظل ماده يعني او شيء لا يمكن الاستغناء عنه. كيفيه طرحها عفوا وفكره المعرض؟ الفكره هنا الفكره جت هو المصنع في مصر موجود من 35 سنه، حبوا ينتشرون بعد الظروف في مصر، فكان ترشيح عندهم لأكثر من دولة، بس في النهاية اختاروا أن يفتحون معي ومع أخوي سعيد يعني في دبي، لأن دبي بحد ذاته هي ماركة.
وفكرة المصنع والشغل اليدوي عنده شغل مميز ما كان في ما في موجود مثله يعني في الشرق الأوسط، وحتى يمكن لفينا نحن في دبي وفي الإمارات نشوف الشموع ما في هالتنوع للديزاينات والأشكال، فالفكرة مميزة ما صارت قبل. فقلنا يعني ليش لا، دبي هي بحد ذاتها ماركة وأكيد ينجح المشروع. صحيح. إن شاء الله. مع أن في عدد كبير من المعارض يمكن أو حتى محلات الديكور تتضمن كذلك أيضا شموع وبأشكال عديدة وروائح مختلفة، لكن أنتم فضلتوا أنكم تفتحون معرض ومعرض كبير للشموع. أكثر شيء حرصتوا عليه في الشموع أو في جودة المقدم من معرضكم شو هو سعيد؟ والله يا طويلة العمر، نحن أول شيء كنت أناقش مع محمد أنه أنت علشان تفتح شيء مميز نفس ما قلت أنت، في وايد شركات ديكور عندها شموع تمام، بس لو تلاحظينها تكون هامشية مش الشيء الأساسي في الشركة أو مثلا في المحل. صح. نحن لا، نحن قلنا نكون شيء أساسي الشموع بمقابل أن نسوي إيفنت مانجمنت وننظم حفلات، سواء كانت حفلات هذا شيء جانبي، هذا شيء جانبي، والشيء الأساسي الشموع. لو رديتي حتى لبعض الأماكن، نحن أنا ومحمد نزلنا قبل عن كنا نراجع الموضوع المشروع هذا، نزلنا خضينا لفة في بعض المولات وبعض المحلات المشهورة بالشموع، فشفنا هني فشفناها هامشية، تحسها في الزاوية في الكورنر ما حد يصير صوبها. بس لما شفنا الأشغال اللي انعرضت علينا اللي هي صممت في مصر تقريبا، قاعد تتكلمين عن 4000 تصميم. 4000 تصميم يضمنها المعرض؟ لا، حاليا الموجود 400 نوع. 400 بس في الإيفنتات الجاية، أو مثلا عندك في الاحتفالات اللي عندك عيد الاتحاد والكريسماس وعندك عيد الحب والبلنتان، فهذا كله له شموع خاص. هذه سؤال الحين ما نعترف فيه. والله لها زباين، هذه مشكلتك. كل واحد له زباينه. انزين بالضبط. وعقبين هنا عند الماتيريال نفسه، عشان انت بعد تتميزين في الشموع لازم تكون متميزه حتى في تصميم الشمعه وفي تكوين الشمعه نفسها. بالضبط. قبل شوي انت كلمتين انه في بعض الشموع اللي بتطلع دخان، وها اغلب اللي موجود على فكره في السوق سعيد، يعني اللي موجود في السوق في الغالبيه ميد ان تشاينا. بالفعل. وهناك دراسات للأمانة تحذر دوم محمد من أن الشموع اللي مصنوعة في الصين ممكن أنه يكون بعضها، مو كلها أكيد، ممكن أنه يطلع منها أدخنة معينة أو غاز معين مضر بصحة اللي يستنشقها بشكل مباشر. بالفعل. لأن دائما هم يسترخصون الماتيريال اللي تدخل في تصنيع الشمعة، هم دائما يسترخصون على سبب هم يبون يبيعون. صحيح. في المعادلة الصينية دائما محمد شو يقول؟ اصنع يعني اصنع قد ما تقدر وبيع قد ما تقدر، سعر قليل وبيع وايد، بيع وايد. صح. ليش ما يتعبون في الماتيريال مالهم؟ بس نفس ما اقول انا، بما اني انا ابغى اخلي هوف ماركه عالميه، فانا محتاج اعطي الكستمر او اعطي اللي يشتري الشمعه شيء مميز. صحيح. شيء ما تي مضاره من وراء. طبعا النماذج موجوده امامنا في الاستديو، نماذج عديده واشكال جميله وجذابه حقيقه. صحيح. يعني ربما شخصيا للمره الاولى نرى مثل هذه الأشكال وبهذه التصاميم. أرجع لك محمد مرة ثانية، كم عدد الشموع اللي تواجدت في هذا المعرض وكيف استطعتم الحصول عليها؟ هو حاليا موجود معنا 400 ديزاين، بالإضافة لذلك نحن ممكن نصنع أي ديزاين، لأن عندنا كل الماتيريالز اللي تشوفونه قدامكم هاند ميد، حتى الألوان وكل شيء، كل شيء في الشمعة من الشمع نفسه، ما في ألوان ثانية صناعية. فهذا بعد يساعد على أن الدخان يكون صحي. الديزاينات عندنا أكثر من 400 ديزاين، وممكن احنا نصنع اي ديزاين معين للوجو، يعني معين اي تصميم يطلبه الزبون. بالضبط. ونتحكم نحن في سرعه الذوبان، ونتحكم بعد في ريحه الشمعه. يعني مثلا انت كم يعني ممكن اطول شمعه تطول كم تاخذ؟ عندنا شموع ل 4000 ساعه. 4000 ساعه يعتمد على شو؟ على حجمها، على حجمها ونوع الفتيل. ونوع الفتيل هل هو سميك او هل هو ضعيف؟ فيعتمد هذا. تعرف شو يعني اكثر شيء يعجبني صراحه من خلال حديثكم، ان انتم عندكم خبره كافيه بالرغم من ان المعرض ما صار له اكثر من 3 اسابيع مفتوح. هذا شيء جميل جدا، ان دوم نشوف شباب يمكن
يقبلون على افتتاح مشاريع محمد بس هم في الأساس ما يعرفون عنها شيء، يعني يعتمدون على الأعمال اللي موجودة عندهم. أنا بستكمل حديثي وياكم أنا ومحمد طبعا، لكن بعد ما نشوف الفاصل الخاص بهذا المعرض نتعرف على أكبر قدر من الشموع اللي موجودة فيه. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، حياكم الله مرة ثانية سعيد ومحمد. شفنا طبعا قبل الفاصل لقطات فيها ما شاء الله العديد من أنواع الشموع وأشكالها، كان في وايد شيء وايد عجبني. إكسبو 2020 هاي كيف تم تصنيعها؟ بالشمع مو كلها شمع، فيها ستيل. لا فيها ستيل، في طبعا الشمع في نفس ما قال محمد، هي في شموع مصنوعة ماتيريال الشمع، حتى ألوانها من الشموع وشكلها من الشموع. في بعدين جت فترة قامت الناس تنعجب أو تحب تشتري الشموع اللي ممزوجة مع ستيل، نوع من ديزاينات الستيل مثل الكتابة العربية. إيه مثلا أنت عندك شاي شمعة مكتوب عليها الحياة حلوة بس باللغة العربية، طبعا ما تشوف لازم تمام. فهي جت فترة وبعدين ردوا للشموع اللي ناس ما تشوفينها أنت. طبعا إحنا يبنى اكسبو 2020 كمبادره بالافتتاح كدعم لملف اكسبو جميل. يعني هذا اقل شيء ممكن قدمه الاماره دبي، يعني وسمو الشيخ محمد بن راشد. فكرته وايد حلوه الشمع. يعني ربما المعرض صار له فقط مثل ما تفضلتوا 3 أسابيع من افتتاحه. نعم من افتتاحه. طيب 3 أسابيع هاي كافيه للتقييم؟ الانطباع اللي اخذته في خلال 3 أسابيع هذه عن المعرض وعن مدى الإقبال عليه؟ أكيد الانطباع أخذناه نحن من أول يوم، يعني في الافتتاح الحمد لله يعني كل اللي يدخل عنا ينعجب بالفكرة. لأن في البداية لما يسمعون يقولون شمع، يقول بس كيف بتسوي؟ يعني حتى لو تشرح للشخص شوية يمكن ما يستوعب الفكرة. إلا لما يعني تقريبا كل اللي يو عنا، يعني كل لما يو وشافوا الشغل وعطيناهم بعض الأفكار إنه شو ممكن نعمل بالإضافة لهالأشياء، انعجبوا بالفكرة. سوقتوا للمعرض بشكل صحيح؟ نحن حاليا ماشيين في عنا خطة تسويق مع شركات سياحة إن شاء الله، لأن نبغى نسوي المعرض مش بس محل، يكون كوجهة سياحية. يعني لأن شيء فريد من نوعه وفي مكان سياحي تقدر تقول. فبالإضافة يعني مثلا السواح مثلا عندهم محطات ينزلون المكان فيها. المكان وين حطرين المكان؟ ما طرينا المكان. هو في جميرة في شارع الوصل. على شارع الوصل شارع الرئيسي. فهي تقدر تقول هو شارع يعني محطة للسواح، فنبغى نعرض هالشيء بعد للسواح. السياح محمد دوم يعني يجذبهم أكثر شيء الأشكال اللي تنتمي للإمارات. أكيد. يمكن حتى يعني الأبراج اللي موجودة. أكيد. أشكال اللبس الإماراتي التراثي. أكيد. تقدرون تصنعون شموع ممكن ترمز للتراث الإماراتي مستقبلا؟ أكيد يجذب السياح.
هي أكيد إحنا طبعًا عندنا وايد أفكار. طبعًا ما نفذنا كل الأفكار في الافتتاح نفسه. إحنا افتتحنا حطينا بعض الأشياء للدالة على الإمارات مثل إكسبو 2020. غير هذا عندنا إن شاء الله وايد أفكار وايد مشاريع في عيد الاتحاد إن شاء الله اللي جاي ورأس السنة والفالنتاين لعشاق الفالنتاين داي. مصر. فأكيد حسب الإيفنت. أكيد لأن بعد شمع يعني. يعني الفكرة جديدة أن أنا ممكن أصنع لوجو أو أي شيء بالشمع نفسه يعني. صحيح. طيب السؤال الأهم تفضل. والأبرز حس ليها السؤال موجه طبعا اسمع بالمخج يقول طيب اليوم يعني المعرض تكلمنا عن الأشكال الجميلة وتكلمنا عن جودة التصنيع وتكلمنا عن شغل اليد. يبقى السؤال اللي يهم المشاهد أو المشتري أو الزبون أو العميل بشكل عام، الأسعار الخاصة في هذه المنتجات، خصوصاً سمعنا بأن يعني بعض الأسعار لبعض المنتجات كانت باهظة الثمن، وصلت ربما ل50,000 درهم، صحيح هذا الكلام؟ الإشاعة؟ لا هو موضوع 50,000 كان عبارة عن مجموعة أطقم تتنحط للفنادق والحدائق الخارجية في المنزل. مجموعة وقيمتها كلها. إيه مجموعة قيمتها كلها 50 مش شمعة واحدة. يمكن إحنا أغلى شمعة عندنا حاليا متواجدة في المعرض هي شمعة مرسومة على 4 أوجه ب10,000. بس منحوته نحت يعني. مبايد 10,000. لا في زبون يقول لك أوكي أنا بشتريها. وبرويها مثلاً. بالذوب يعني تنساب من لا. نحن عندنا شمعة، أنت عندك شمعة الكوفي اللي قدامك تحسينها عريضة، فلما تشغلين الفتيل لما تولعين الفتيل تسوي لها قطرة 2 سنتيمتر، فأنت محافظة على الشكل الخارجي للشمعة. يعني شمعة الذوب يعني تعمل قطر 2 سنتي والذوب في داخل. من داخل فالديزاين الخارجي تم يعني مثلا أنت دافع مبلغ وقدره في شمعة تمام عشان الديزاين ما تبقى آخر شيء الديزاين يروح، فلا الديزاين يتم فيه و20% من الشمع يتبخر و80% يتم فيه يعني يرجع يستوي مادة صلبة فيحافظ على الشمع. في أيضا شيء مهم جدا بالنسبة للمعرض نحن حابين نعرف الجمهور عليه كذلك، أنه مو بس المعرض يقدم مجرد شموع، لا أنتوا عندكم إلى جانب الشموع اقتراحات بكيفية وضع هذه الشموع أو كيفية تضمينها الديكور داخلي للمنزل، وأعتقد أيضا تقومون بتصميم ديكور داخلي وأيضا مثل ما ذكرت سعيد قبل تنظيم حفلات أو أحداث معينة. خبروني عن هالموضوع بشكل سريع. موضوع الشموع الحين موضوع ما صار موضوع أنا بشتغل شمعة وبشغلها لما الليتات تكون طافية مثلا، لا حاليا صارت اكسسوارات في البيت. أنت مثلا باني بيت تمام، أنا أحط لك شموع بشكل معين، حتى لو انت جيتني قلت لي والله سعيد ابغي هالشمعه وهالشمعه وهالشمعه حط لي اياهم في الحديقه، لا انا ما ارضى صراحه، اخلي الديزاينر يروح يشوف البيت عندك وشو اللي انت تحتاجه، ممكن تحتاج اقل من اللي انت تبغاه وبيطلع وتطلع بصوره حلوه او تطلع الحديقه بصوره حلوه اللي قاعد احط. تصمم شموع على ديكور المنزل اكيد حسب الطلب، عشان يكون مثلا لون كاتش مع الادار او لون البيت، فهذا كله في عين الاعتبار يكون في تناسق يعني. جميل، مشروعكم جميل حقيقه، فريد من نوعه، في جهد مبذول، وفي النهاية يعني إنتاج عربي مثل ما تفضلتوا. إحنا في الختام نتمنى لكم كل التوفيق، محمد المرزوقي وسعيد الهنائي، وإن شاء الله موفقين إن شاء الله. إذا مشاهدي بننتقل من الشموع إلى الفن التشكيلي لكن بعد هذا الفاصل. حياكم الله مشاهدين الكرام من جديد، وننتقل بكم إلى ثاني فقراتنا لهذه الليلة وإلى هذا الضيف مشاهدين الكرام الذي يسكنه الفن من رأسه حتى أخمص قدميه ويعيشه إنتاجا وسلوكا، أعماله الفنية حاضرة في أكثر من جاليري وصالة على مدى السنوات الماضية.
إنه الفنان التشكيلي السوري وليد الشامي الذي تمتد تجربته الفنية منذ منتصف ستينيات القرن الماضي وحتى يومنا هذا. إذن يسعدنا ويسرنا أن يكون معنا في ضيافة أماسي الفنان التشكيلي وليد الشامي. مساك الله بالخير فنانا. حياك الله أستاذ. أهلا وسهلا. يعني تجربة عريقة حقيقة في مجال فن التشكيلي الفنان وليد الشامي. بداية حدثنا عن بدايتك في هذا المجال وإلى أي مدرسة تنتمي في الفن التشكيلي؟ والله البداية كنت رياضي. ما شاء الله. مختلفة عن الفن. هي نعم. بعدين اتجهت على الفن. وطبعاً مثل أي واحد يعني بيمارس الفن أول شيء كهواي. صحيح. بعدين بتأثر فنانين، بعدين بتأثرت كلية الفنون الجميلة وتخرجت من كلية الفنون الجميلة. ما شاء الله. إيه. جميل. من أي الرياضة مدرسة؟ إلى الفن. والله أنا ما في مدرسة وحدي. مدرسة وحدي انتبه إليها بافي. أنا عندي الفن مفتوح. يعني ممكن يكون واقعي، ممكن رسم تجريدي، ممكن رسم رمزي تشكيلي. صحيح. حسب الحياة وحسب التأثيرات وحسب كل بستان زهرة. أستاذ، مع كل هذه المدارس يعني اللي ذكرتها، أكثر الموضوعات اللي تستهوي الفنان وليد الشامي شو هي؟ لأن أنا أشوف اللوحات اللي موجودة في الاستوديو يمكن تختلف موضوعاتها تماما كل واحدة عن الأخرى. بالنسبة لي الموضوع مفتوح. وكل فنان متمكن من نفسه، طبعا ما غرور، كل فنان متمكن من نفسه ما لازم يتقيد بموضوع. ممكن اخذ احيانا مواضيع بسيطه كثير، تفاحه، رماني، حبه تمر، حبه استراليه. ممكن اخذ موضوع ضخم كبير مره رسمت لوحه فيها 400 شخص. يعني حسب الموضوع مفتوح بالنسبه لي، حسب الموضوع يعني. صحيح. كان بسيط كان لكن معقل. انت اللي تفضله انت شو؟ ما شرط، المهم انا اعطي ناحيه جماليه بالموضوع اللي ارسمه. جميل. طيب يعني بعض النقاد يصف اسلوب وليد الشامي يعني انه يمزج ما بين الزخرفه والتعبير، او ما يطلق عليه الزخرفه التعبيريه. هاي بالفتره الاخيره شفت السبب شو بالضبط؟ السبب شفت فيه هجوم على التراث، حاولت انا هالتراث هذا اظهره ووضحه صوره جيده اكثر يعني. فاستخدمت على الزخرفه، استخدمت عناصر زخرفيه، واستخدمت اشياء من التراثي حاولت أعبر عنها. صحيح. جميل. أعتقد عندنا فاصل نحن بنشوف من خلاله، جاهز مخرجنا، نشوف طبعا مجموعة من اللقطات الخاصة بأعمال الفنان وليد الشامي، بعدها نستكمل حديثنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام مجددا، حياك الله من جديد كذلك ايضا الفنان وليد الشامي اللي موجود ويانا في الاستوديو. طبعا شفنا مجموعه من الاعمال كذلك يمكن في الورشه الخاصه بوليد الشامي اللي ما تضم فقط الرسم او اللوحات الزيتيه مثل ما ذكرت. انت فنان شامل، يعني في جعبتك يمكن الكثير من الفنون في شخصيه واحده. ما هي الفنون التي يفضلها او يحب أن يطبق عليها يمكن فنه وليد الشامي؟ هو أحسن شيء فن التصوير. التصوير؟ دراستي فن حفر. الحفر صار في صنعة وفي فن.
فن التصوير فن تلقائي فن عفوي فن ذاك بهتم بالتصوير اكثر. تصوير يعني تصوير زيتي رسم يعني تصوير الزيتي وليس فوتوغرافي بس عشان نوضح للجمهور. اللوحات موجوده امامنا في الاستديو حقيقه هناك العديد من اللوحات الجميله اللي يعني تعبر عن الفن اللي تقدمه او اللي انت متخصص ومحترف فيه. يعني حدثنا عن هذه اللوحات اللي موجوده امامنا في الاستديو. طبعا انا حطيت عينات من تجربتي الفنيه. احنا نشوفها حاليا امامنا على شيء. القسم اللي عم يستخدم فيها مواد مختلفه يعني ملصقات قماش حبات خرز حبات اشياء ملصقات اضيفها. يعني في مواد ممكن تدخلها مختلفة. في اللوحات. ممكن هذه اللي ما بتخرج معنا اثناء عمليه الرسم او بالتلوين او باشياء ثانيه بس هي مواد مختلفه حتساعد على التعبير وعلى التاثير. بعض المواضيع البسيطه تفاحه رماني نعينات بعض المواضيع الزخرفيه اللي علاقه بالزخرفيه هاي نماذج من طيب انت تعني بها يعني ترمز من خلالها الى امر معين او تحب ان تلفت نظر المشاهد الى حاجه معينه طبعا هي اي لوحه فنيه لازم يكون لها هدف لازم يكون لها موضوع صحيح يعني. طيب هذه اللوحه اللي نشوفها امامنا حاليا هاي عن بيت حمص القديمه مدينه سوريا مدينه حمص مدينه حمص صحيح واللوحات الثانية يريد نشوفها طبعا في لوحة أعتقد عن سيدة مرسومة هنا وجه فقط الهدف منه التعبير ناحية تعبير يعني دائما التعبير عند الإنسان نعبر عن أي شيء أهم شيء هو وجه الإنسان طيب من تجربتك أيهم أفضل يعني لأن هناك بعض الفنانين يعتمدون على برامج الرسم بالكمبيوتر بدلا من الريشة فأنت ما رأيك كفنان متخصص أنا الكمبيوتر ما أحبه ما تحبه كفن ولا لا بايدي يعني ممكن تسميه فن ثاني يعني ممكن يكون فنون غير فن تشكيلي بس ما فن تشكيلي لان يعني فن التشكيلي اللي بليد في عمليه الاحساس عمليه العاطفه بتطلع فيها اكيد افضل من الكمبيوتر او من الاله يعني نعم ممكن بعض الفنانين بيستعينوا بالكمبيوتر وبينفذوا بعدين اعمالهم بالزيت او طبعا المعارض يعني. مهمه جدا بالنسبه لاي فنان تشكيلي بالتحديد لانها تعرف كي. اكبر قدر من الجمهور على هذا الفن يمكن اللي ما يطلع للجمهور عبر الكمبيوتر أو عبر التطبيقات المختلفة أو وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة فالمعارض هي التي تظهر الفنان أو تعرفه على الجمهور شاركت في معارض قبل وأهم الموضوعات اللي أنت تحب تشارك فيها كذلك أيضا في المعارض والله أنا عملت معارض كثير عملت أكثر من 20 معرض في دولة الإمارات أو خارج دولة الإمارات بأبو ظبي بالشارع بدبي عملت معارض كثير بباريس وفرنسا مثل معرض كثير الهدف المعرض هو الهدف المعرض مشان تطوير الفنان انا عندي عمليه النقد الفني وعمليه المعارض الاعمال الفنيه عم تنظلم كثير لانه الرائي وقت عم يشوف اللوحه عم يشوفها خلال 5 دقائق او 6 دقائق نحن عم نكون راسمين كثير وعمليه النقد الفني اللي بدنا اياها نحن ما عم نستفيد منها وين هذا في المعارض؟ اثناء المعرض وقت عم نعرض هالمعرض هالتجربه اللي عم واحد عم يشتغلها خلال 2 3 4 عم يعرضها عم يجي الزائر يشوفها خلال 5 دقائق فهو العيون الاعمال الفنيه عم تنظلم هذا يمكن من المشاهد العادي لكن من مجاهد. الناقد المحترف الناقد في مجاملات فيما مجاملات انا برايي افضل ناقد كان بالنسبه لي هو زوجتي كانت ما جاملت ولا بجامل واحيانا كثير رايي كثير بصيب يعني صحيح من الناقد احيانا بنعارض في مجاملات كثير في حسوبيات في طيب تحرص على انك انت يعني هذه الموهبه اللي حباك الله بها وتمتلكها تحرص على انك انت تنقلها للجيل الجديد الجيل المقبل على هذا الفن التشكيلي الجيل اللي توه بادي في هذا المجال قلت لنا وكنت فاتح مثل معهد مجاني بمدينتي عامل معهد خاص واعطيت فيه دروس خصوصيه بدون مقابل جميل حتى الناس تتطور حتى اضطريت عرض للاعمال الفنيه احيانا بعرض اعمال فنيه بس عملت اهم معرض بالنسبه لي بحديقه عامه حتى الناس تشوفه صحيح هلا عندي مشروع معرضين معرض اماكن خاصه يعني اماكن مو جاليريات يعني اماكن خاصه بنعرض فيها عشان تكون قريب للجمهور اكثر يعني طيب استاذ اليوم شفنا لوحات زيتيه مختلفه في الاستوديو لكن ما شفنا منحوتات شو السبب؟ السبب عشان عمليه النقل صعبه كثير منحوتات حجمها كبير حجم كبير ووزن وحجم تستخدم او تنحت على شو بالضبط؟ احيانا على الجبس احيانا على الحجر بس شغلي الاساسي اللي انا دارسه اكثر شيء الحفر على المعدن. قطع معدنيه بنحفر عليها ونسوي شكل من اللوحات
نعم. اللوحات هذه اللي تشارك فيها في المعارض، ألم تصلك بعض الطلبات من بعض الأشخاص اللي من هواة اقتناء هذه اللوحات لشرائها لغيره، ولا أنت تمتنع عن هذا؟ لا، بالمعارض الخاصة ممكن. المعارض الخاصة ممكن، وتعمل معارض خاصة أكيد في اقتناء في شراء في. صحيح. صحيح. جميل. طب الفترة القادمة الآن، الجديد اللي يسعى له الفنان وليد الشامي إن شاء الله في الفترة المقبلة، ما هو؟ عندنا مشاريع فنية، مشاريع فنية تحاول إقامة معارض بأماكن خاصة غير جاليريات، عشان نكون قريب من الجمهور أكثر يعني. أماكن مفتوحة تقصد؟ إيه، لأنه لاحظتهم بالجاليريا يكون عم يكون جمهور محدود، محدد الجمهور. بيجي مثلاً يا له علاقة بالفن أو اللي أماكن مفتوحة، ممكن أي إنسان يشوفه أي إنسان، فصير في صلة بينك بين الجمهور أكثر بكون. المعارض بتكون داخل دولة الإمارات ولا داخل الخارج؟ داخل الإمارات. لا، مشروعين داخل دولة الإمارات إن شاء الله. جميل. إذا إلى أن يعني يكتمل المشروعين ويرون النور إن شاء الله، نحن نتمنى لك كل التوفيق الفنان وليد الشامي، ونتمنى لك إن شاء الله الاستمرارية في هذا المجال. شكرا كثير. شكرا لك. شكرا لك. شكرا كثير. إذا مشاهدينا، فقرتنا الأخيرة بعد هذا الفاصل، تابعونا. نجدد لكم التحية مشاهدينا الكرام، ونمسي بالخير على كل من انضم لمشاهدة الأماسي في هذه اللحظات. وإلى ختام فقراتنا لهذه الليلة، حيث تعد الزهور من أكثر الهدايا التي تبهج الأشخاص الكثيرين، كونها تحمل دلالات ومعاني كثيرة، بالإضافة إلى البعد الجمالي الذي تتمتع به، والذي يتجلى في تنسيقها بطرق فنية مختلفة. يمكن يحتار الكثيرون منا مشاهدينا في كيفية تنسيق الزهور بشكل جميل وأنيق يضفي على البيت مزيد من الجمال والذوق. إذن عن تنسيق الزهور والطرق المتبعة في ذلك، معنا ومعكم اليوم ثائر خطاب، صاحب محل روضة الزهور. مساك الله بالخير يا أخ ثائر. حياك الله ثائر. مساء الورد، خلنا نقول. خليني إياك. مساء النور. مساء النور. ما شاء الله اليوم استوديو كله ورد. شكرا على هالباقات الجميلة اللي ممزوجة، يمكن فواكه مع الورود، وبعدين بنتكلم أكيد في تفاصيلها. شو رأيك نسأل عن الباقة هذه؟ أي باقة؟ هاي اللي في النص؟ باقة الشموع هاي. إنزين، في البداية طبعا بنتعرف يمكن على تنسيق الزهور بحد ذاته كفن، له شروط معينة بالعادة، وشروط ممكن تكون بسيطة بس عامة الناس يجهلونها، أنتوا أخبر فيها طبعا. طبعا. هلا بالنسبة للمصلحة يعني مهنة الورد بالذات، حسب اختيار الزبون للشيء المناسب اللي رايح إله. شو هي المناسبة اللي رايح إله؟ وإذا كان للبيت ممكن بعد. ممكن للبيت. هلا أنا حبيت إنه ساوي اليوم والشغلات اللي ساويها تكون، هلا بتعرفوا كلامه أنتم بخير، حابين إنه نساوي شيء كمان للعيد. تبخير. بالنسبة للفروت مع الورد. أو بالنسبة للمناسبات، أي مناسبة بتصير، هي مثلا الولادة، أعياد الميلاد، على حسب المناسبات. إيه، حسب المناسبات. الشخص اللي حابب يروح لزيارة عادية كمان في إلى ألوان هيك تكون محددة، أو في عالم بتحب إنه تشيل الألوان الهادية، بتحب الألوان الميكس، حسب الزبون هو شو حابب كمان. نعم. حسب شو اختياره للزهور اللي بيحبها. صحيح. في يعني في أشخاص مثلا بتحب إنه تختار الورود الشخص اللي رايح لعنده شو هو بيحب، شو بيفضل. صح. بيفضل اللون، بيفضل انه انواع الورود المعينه. ايه طبعا كل شيء له شيء. بالنسبه لمهنه الورد يعني اي شيء بدنا ناخده نحن بده يكون في له يعني مثل انه. بس انت ما خبرتني شو الشروط. انت تقول لي رغبه الزبون، انا اقول لك شو الشروط اللي المفروض ان تضاف للباقه، والاشياء اللي المفروض ما تضاف للباقه ايا كانت هذه الباقه. هلا هي بالنسبة لأي باقة ورد ما لها أي شروط، بالنسبة لنا كمهنة ما لها أي شروط أبدا. بالنسبة نحن وقت بدنا ننسي أي بوكي ورد أو أي أريجمنت أو ما في له أي شروط، هي الشروط اللي هو شو الزبون حابب يختار. جميل.
نعم. اليوم بتنا نرى حقيقة طرق متعددة في تنسيق الزهور. نعم. كل محل أو كل مصمم أو كل شخص يعني مختص في هذا المجال عنده طريقة معينة في التنسيق. نعم. اليوم يعني في ظل هذا الكم الهائل، ما هي أسرع وأنسب طريقة لتنسيق الزهور؟ بالنسبة لمهنة الزهور بدنا ننسق أي، وأسرع طريقة هي مثل ما تفضلت أنه أسرع طريقة لتنسيق الورد الشيء اللي مثل ما بيسموه بهالوقت هاد الإليجان، الشيء الخفيف. يعني هلأ أغلبية الناس والتطور بمهنتنا مهنة الورد اللي عم يصير أنه نحن عم نعمل مثل بنش ورود. بنش ورود ما بينضف له أي شيء، ما بينضف له خضار، بنش مجرد مجموعة من الورود وتجمع. نعم. وبيربط له ربطة فيونكة أنه تكون هادية أو ناعمة. عم يطلع كتير رائع، كتير مو مثل أنه مثلا التنسيق تبع أول. هلأ كتير هادية بالنسبة لمهنة الورد عم تطلع كتير راقية. وتنعمل أي بنش مثلا بأريجمنت أو بوكي. فينا نعمل أنه بنشين عم ينحطوا بقلب باز ويطلعوا كتير حلوين هادين. طبعا أنتوا بهالفن، أنا ما بقول مهنة، طبعا هو نوع من أنواع الفنون الحقيقة، تنسيق الزهور، تواجهون تحديات كبيرة، وهو أن كل يوم أو كل موسم يطلع شيء جديد بالنسبة لتنسيق الورود. نعم. الشيء الجديد اللي عندكم كذلك أيضا هو إدخال مواد أخرى إلى جانب الزهور أو الورود، مثل ما نحن نشوف على الشاشة تفاح أخضر مع باقة كلها تقريبا باللون الأخضر. في الجانب الآخر عندنا كذلك أيضا برتقال داخل مع باقة وموز أعتقد. نعم. وعنب داخل، يعني هاي سلة فواكه مع ورود في آن واحد. خبرني عن هذا الفن أكثر. هلا بالنسبة أو الفكرة، الفاز اللي مساوي التفاح الأخضر مع الورد، هيك شغلات عم تنضاف كتير بمناسبات انه يكون شيء يعني مثل شخص عازم لعنده، انه اشخاص لعنده على البيت حابب انه يعمل مثل ديكور. الشغلة انه عم تصير مثل ما تفضلتي انه فيها طريقة هندسية، فيها طريقة فن بالنسبة مثلا للفازة الاخضر، التفاح الاخضر مع الورد الاخضر، هيك شغلات عم استعملها انا بالبيوت. وتكون اي شخص مستعمل يعني في عنده انه مثل عزيمه او عنده ضيوف جايينه على البيت، عم بيستعمل عده بازات نفس الموديل نفس الديزاين عم ينحط بقلب البيت كديكور. جميل. عم تطلع كثير شغله حلوه. القطعه الثانيه مثل ما انه شايفينها، هي القطعه عم تنطلب بشغله انه بالاعياد. بالاعياد حابب انه شخص يحط عنده فروت بالبيت، بس مو حابب يحط فروت لحاله. انه بس فروت او بالطريقه الاعتياديه، بالطريقه انه ايه اللي هو حابه، مثلا عم دخل الفروت مع الورد. طريقه تانية كمان في تشوكليت، انه كمان هي عم تنطلب تشوكليت مع الورد. كمان كهديه. صح. عم نشتغل كمان عليها انه عم نحط انه تشوكليت مع الورد، كمان هي عم تتقدم هديه. بس بالنسبه للشيء اللي سويناه اليوم، الشغلات انه مثل ما قلت لك، الشيء اللي سويته الاخضر انه عم ينطلب انه نحط بالبيوت. الطريقه انه يكون فنيه، وايد حلوه على فكره، مع انها كلها خضره. نعم. بس وايد حلوه، يعني في تنسيق جميل فيها. صحيح. الثاني عم بحط انه كهديه او شيء حابب انه يحط بالبيت، مثل ما قلت لك انه مو حابين يحطوا الفروت لحاله. صحيح. مع الورد عم يجي كثير حلو وراقي. اكيد. ثائر اليوم عرض الزهور يعني العديد من الدعائم والمكملات، احنا بنسالك عن هذه الدعائم والمكملات، كيف يتم توظيفها وغيرها كذلك من الأمور المرتبطة في عرض الزهور هذه، لكن بعد ما نتابع مشاهدينا هذا الفاصل الخاص بمعرض الزهور. Thank you.
رجعنا لكم مشاهدين الكرام ومع هذه الفقرة الخاصة بالورود وما أجمل الورود، ومع ثائر خطاب مدير محل روضة الزهور. ثائر راضي علينا الحين؟ جميل. كنا نسألك عن دعائم الزهور والمكملات اللي تستخدم فيها كذلك، كيف يتم استخدامها وكيف يتم توظيفها كذلك في تصميم الباقات الخاصة بالورود؟ نحن مثل مو شايفين عنا هون، نحن أنا حبيت أعمل لكم اليوم فواكه أو الفروت مع الورد. هي إضافة أنه أنا حاطت الفروت شيء مكمل للورد أو الورد مكمل للفروت. الشغلة اللي سأسوي لكم يا هلا هي صفياني عنا أنه مثل شيء بسيط رح نكملها، إضافات بسيطة يمكن على الباقة، إضافات بسيطة بس للبوكي. هالواحد مثل ما قال محمد يعني في الفاصل يقول حرام أنه يشيل واحد ما وده انه ياكل من الفواكه بس هسه ما يخترب شكل البوكيه يمكن او باقه الورود باقه الفروت. هي الواحد انه ما حرام انه الواحد ياكل منه شيء لانه كثير منظره حلو، كله طبيعي كله على بعضها. طبعا كله طبيعي، طبعا الفواكه يمكن موجوده كل مكان ثائر، لازم تكون طبعا فواكه فريش، بس الادخال كذلك ايضا انواع شوكولا او الشوكليت على الورد. انواع الشوكليت اللي تستخدمونها عاده شو؟ هلا الشوكليت حسب يعني حسب الزبون اللي جايبه، بس هو اغلبيه الشوكليت اللي عم نستعمله هو الفروشيه اللي اكثر شيء فيريرو روشيه. اكثر شيء اللي عم نستعمله هاد بالبوكيهات اللي عم تقدم هدايا بهالوقت. غير شيء كمان نحن عم نستعمل اذا في ولاده عم يجيبوا لنا الشوكليت عم نعمل له طريقه يعني كثير حلوه. يعني ما عندكم شوكليت اساسا بس الزبون ممكن يجيب؟ نعم وتنسقوا له اياه هي صفيه، بس انه اضافه اذا بدنا نضيفها. طيب كم عادة يعني ممكن انك انت يعني الفترة الصالحة لعرض هذه الباقة او هذا البوكيه، كم من الممكن ان تصلح للعرض؟ هلا بالنسبة للبوكيه بالايد اللي منساوي نحن اللي بيسموه مثلا هاند بوكيه اللي منساوي، طبعا اوريدي هو رح يتخذ ينحط في باز صح في مي اوريدي صحيح اوف كورس، هذا بيتم اسبوع 10 ايام بيتم طبعا اوريدي او وهذا اللي قدامنا كم يتم تقريبا؟ هذا بيتم اسبوع 10 ايام كمان لانه اوريدي يو هاف فوم انسايد يعني جوات الورد. نحن انا محل ما بشكل الورد في فوم، هذا الفوم عباره انه بيشرب المي وبيعطي الورده بيعطي الورده مي، مشان الورده ما تم حس انه تم بلا مي اوريدي، هذا نحن حاطين فيه مي، هذا اسبوع 10 ايام بيتم مثل ما هو. كذلك ايضا يمكن في انواع وايد من الزهور او الورود ثائر، لكن تطلع مثل ما التنسيق نفسه له موضه معينه او كل سيزن يتطور ويتجدد، كذلك ايضا انواع الزهور يمكن في موسم معين الناس يقبلون على نوع معين، الموسم الاخر ممكن يقبلون على نوع ثاني. الان اكثر انواع الورود او الزهور اللي تطلب منكم شو هي في التنسيق؟ هلا بالنسبه لاكثر الانواع اللي بتنطلب هي الهيدرانجيا اللي انا مستعملها. الهيدرانجيا الكالاليلي الاوركيد، طبعا هي الشغلات اللي عم تنطلب زياده لانه هي زهره عباره انه زهره جميله كثير. الروز مسكين خلاص لا. يعني هلا الروز مو مسكين بيتاخذ الروز لهلا عم ينطلب الروز بس في شيء مثل ما تفضلتي وحكيتي انه شيء عم يتطور بمصلحه الورد عم تتطور في شغلات جديده عم تنزل، شغلات انه عم تنطلب اكثر من الروز. الروز لحد الان محافظ على وضعه مثل ما بيقولوا صح، وخاصه الروز الاحمر يعني صح محافظ على وضعه. طبعا بالفالنتين الروز الاحمر هو الاساس يوصل طبعا يوصل سعر الورده 50 ما ادري 100 قال طبعا طبعا. بالنسبه للهيدرنج اللي عم نستعملينه نحن غاليه كمان بنفس الوقت غاليه وراقيه، هاي الانواع طبعا. الاوركيد اللي انا مستعمله هون الاوركيد الاخضر السمبيديوم كمان غالي وزهره كثير جميله تعتبر. غير هيك انا مستعمل هلا بسله الفواكه بما انه انا حاطط اكثر من لون يعتبر الفواكه، مستعمل الانتريوم الكالاليلي الاوركيد الروز كمان مستعمله، كمان الروز اكوادوري يعني كمان الروز اللون تبعه غريب شوي مو انه لون معتاد انه نشوفه، مثلا مستعمل اللون اللي هو لا بينك ولا احمر لونين بيجي مع بعض طبعا. غير هيك الكريزانتين الأخضر اللي أنا مستعمله كمان شغلة عم يجي كتير حلوة وراقية عم ينطلب. طبعا الشيء الثاني اللي مستعمله
الاريجمنت الثاني اللي هو التفاح الاخضر اللي حاطه مستعمل معه دل ستار الاخضر دل ستار كريزانتين دل ستار كمان شغله كثير ثقيله وحلوه صحيح والكالا ليلي ودارجه يمكن الحين وايد بعد طبعا طيب يعني هل تختلف انواع الورود المقدمه والباقات باختلاف المناسبه هل لكل مناسبه نوع معين من الزهور وحدثني كذلك عن اغلى الانواع اللي تقدم في المناسبه اغلى انواع الورود هلا بالنسبه لاغلى انواع الورود اللي هي الاوركيد الاوركيد في الاوركيد الفولانابسيس الاوركيد السمبيديوم انا اللي مستعمله هون سمبيديوم هي تعتبر انواع ثقيله من الورود بالنسبه للمناسبات كل مناسبه لها لون معين الولادات لها لون معين البنت ولاده البنت بيتاخذ الابيض والزهر ولاده الصبي عم يتاخذ الابيض والازرق اكثر شيء بالنسبه للحب الاحمر اكيد اللي عم يتاخذ هلا بهالوقت هذا ومو من هلا من زمان طبعا اكيد بالنسبه للغيره اصفر الاصفر عم يتاخذ اكيد بس انا احس ما الحين يعني في وقتنا ما قاموا يعترفون بهالالوان فيما يخص ما عدا طبعا الاحمر لا 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 ما عاد حدا انه طبعا انا بدي اقول لك انه ما عاد حدا اختص بهالالوان هلا انا بيجيني مثلا كوستمر بده مثلا لولاده بنت بس بيقول لي انا سائر مو حابب اخذ الزهر لانه العالم كله بتاخذ زهر صح. ابيض وزهر حابب صحيح. انه يغير اضافه مثلا بيغير بيحط مثلا الابيض اذا يعني لزوجته مثلا بيقول لي انا حابب انه احط لك كله احمر بساوي له احمر حتى البالون بيحب يحطه احمر نعم بيقول لي انا حابب غير انه مثلا مالي حابب احط المعتاد صح شغلات اللي بتنحط على طول في فترة سابقة بعد سائر كانوا يدخلون الأكسسوريز يعني ويا الورود أو الزهور مثل الكريستالز وغيرها نعم وغيرها بالنسبة للأكسسوار ما زالت موضتها موجودة؟ طبعاً شو أكثر شيء أنواع الأكسسوارات؟ أكثر شيء اللي عم نستعمله نحن الأكسسوار اللي هو الناشونال الطبيعي اللي عم نستعمل الخضار اللي هو ستيلجراس اللي أنا مستعمله لا أنا أقصد الأكسسوارات الصناعية ما بطلب مو لحد الآن عم نستعمل اللولو الكريستال في شغلات نزلت جديدة اللي هي الملائط موديلها كتير حلو ايه ملائط صغيره هي بتتعلق كيف الملائط الكبيره بس هي ملائط صغيره بيجي عليها ملائط الغسيل ايه بس هاي نعم. شفتها صح عم تنحط على الورد عم تنحط اضافات عم تيجي كتير شغلات حلوه طبعا بهالوقت هذا نحن ما عاد استعملنا هالشغلات غير على طلب الزبون لحتى هو يحب هيك شغلات انه مثلا بيسال انه في عندكم هيك شغلات عم تستعملوها موجوده بس هي دارجه الان ومطلوبه بهالسيزن ولا لا هلا بالنسبه مثل ما قلت لك انه على طلب الزبون عم نمشيها هي لانه هلا صرنا نستعمل نحن هيك شغلات عم نعلقها هو الورد الطبيعي بس على السايلكس عم نحط زهره الطبيعي يعني هي الكريزانتين انا بلزقها مثلا وبحطها مثل اكسسوار ثائر خلني اسالك يعني بعض باقات الزهور لها أشكال مبتكرة نوعا ما ربما أشكالها أقرب إلى تصاميم وأشكال اللوحات أو الحيوانات أو غيرها هل بالفعل أنتوا تصممون يعني أنا في أكثر من مرة ساويت على شكل مثل بطة ساويت على شكل زيز ورد هل مرتبطة في مناسبة معينة مثلا هل للأطفال هي ما لها مناسبة بس كما مثل ما قلت لك أنه هدية حابب يأخذ هيك هدية يعني انا ساويت اخر فتره مثلا سهله هذه تصميمها ولا والله هي صعبه فيها شوي. صعوبه ها لا هي صعبه شوي لانه هي على هو التصميم اللي انت عم تشتغل عليه يعني انا اخر مره وقت اشتغلت ساويت موديل بطه ساويت شكل زيز كل بطه تستوي حمامه ساويت ساويت شكل ساويت شكل عنكبوت عنكبوت وعلقت له خيوط بس هو ورد زين ثائر انا بسالك سؤال يعني قبل نختم اللقاء دوم نسمع ان هناك طرق معينه للمحافظه على الزهور لاطول فتره ممكنه في ناس يستخدمون السكر في ناس يحطون حبه بنادول نعم محمد نعم وكل واحد وطريقته في نعم شو الطريقه الصحيحه اللي يبغى يحافظ على باقه الزهور اطول فتره ممكنه كنصيحه مني انا لا يحطوا لا سكر ولا بنادول يعني وقت واحد عم يجاور راسه ما عم ياخذ بنادول بصراحه اكثر ما هنالك انه هي عباره عن تغيير مي كل يوم أو تتغير المي وينقص مثل سانتي الورد من تحت طبعا بالمي زين واذا كان لها قاعده مثل هاي لها قاعده بس ينحط لها انه مثل مي بس رش مي بس رشه مي مو اكثر اما تنصح بالمي انت اي طبعا لا سكر ولا بنادول هلا انا كثير بيجوني زباين انه سائر انا والله امبارح حطيت بنادول قلت لها اكثر من زبونه قلت لها والله انا راسي عم يوجعني بس ما باخذ بنادول هو الورد اذا بدك تحافظي عليه بالبيت لاي ست بقولها او لانه في كثير من العالم اللي بتحب تاخذ ورد على البيت وهي تحط بايدها صح
أنا بنصح أي زبون بيحب يأخذ ورد لعنده على البيت هو عبارة إنه يغير مي أو يحط مي باردة. جميل. مي بارد. إيه. إحنا حقيقة بالورود نختتم حلقتنا لهذه الليلة. كل الشكر والتقدير لك ثائر خطاب حقيقة على هذه التصاميم والمعلومات القيمة، تصاميم جميلة طبعا والمعلومات القيمة اللي قدمتها اليوم. شكرا لك ثائر على كل المعلومات اللي ذكرتها، فادتنا ويمكن فادت كذلك أيضا السادة المشاهدين. صحيح. إذا مشاهدينا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا المساء، نلقاكم إن شاء الله باكر أنا وزميلتي بهيثة في أمسية جديدة، وتصبحون على ألف خير. مشاهدينا تحياتنا بكل تأكيد إلى مخرج هذه الحلقة محمد البحراني، كذلك المعدة أنوار فخري، وتحيات طاقم العمل ككل، إلى أن نلتقي بكم في بقية الأيام. لكم من أجمل تحية، تصبحون على خير.